تيتي السلام عليكم هنيا، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم في قناتي، قناه ياسين العزيز. غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم واحد الطاجين اللي كيجي بنين 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 بزاف، بابسط خضار وكيجي بنين بزاف. تبعوا معايا، نوريكم الخضر اللي عندي ونوريكم المكونات اللي عندي. ولكن تمنيت كون دوقتوا الطاجين ديالي، وان شاء الله غادي يعجبكم بزاف بزاف. ومرحبا بكم عندي اللي جا عندنا العربيه، مرحبا به. الخضر اللي عندي البصله، وعندي خيزو، الجزر، مطيشه، بطاطا، شفرون. هادشي اللي عندي فقط، ولكن واحد الطاجين ان شاء الله بنين 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 بزاف. انا كندير واحد الطاجين غزال بزاف. وعندي اللحم ديال الدجاج، القزبول، والثومه. بالنسبه للعطريه نديرو البزار، سكينجبير، الخرقوم، التحميره. وبالنسبه للملحه راني ملحت اللحم ديالي مزيان، غادي نخلي الملحه حتى الاخر، وغادي نرشها فوق الخضر باش ما يكونش عاوتاني اللحم مالح بزاف، حيت راني ملحت مزيان. وعندي الزيت الروميه والبلديه، راني خلطتهم الزيت الروميه والبلديه. اول حاجه غنديروها ناخذ هذا الشفرون، غادي نديرو يتسرق، غادي نديرو في واحد الكاسرونه نخليه يتسرق واحد شويه مع شويه ديال الملحه، الماء والملحه فقط. وثاني حاجه ناخذ الطاجين ديالي، غادي ندير اللحم، غنحط اللحم ديال الدجاج، وغادي نرمي فوق منه البصله مشلطه. البصله تكون كبيره شويه ولا ديروا جوج صغار. وغادي نقطع الثومه، اللي بغى يحكها يحكها، وانا غادي نقطعها، نتوما على حساب الاختيار ديالكم. وبالنسبه للثومه يا البنات، الا كاينه شي وحده كيطيح ليها الطانسيوم، لا احسن دير غير واحد الطريز ديال الثومه، حيت هي مجهده كتسيد كطيح الطانسيوم عاوتاني. المهم اللي كيطيح ليها الطانسيوم تبقى دير غير شويه ديال الثومه ما تكثرهاش، واللي عندها طانسيوم كيطلع راه زوينه بزاف، زوينه بزاف. الا كان شي وحده كيطلع ليها الطانسيو راه زوينه بزاف، كتهبط الطانسيو، نتوما زوينه بزاف كتهبط الطانسيو. ولكن كاينه شي وحده عاوتاني كيطيح ليها، خاصها تاكل منها غير شويه، دير غير واحد الطريس ديال الثومه فقط. راني درتهم صغيورين، داكشي علاش كثرت حتى انا، كون كان شي طريس كبير غادي ندير غير واحد فقط. راني نسيت واحد البصله صغيره ما قطعتهاش، ها هي دابا غادي نقطعها. صاب ليا بلي قطعتهم كاملين باش ما نطولش الفيديو، ولكن نسيتها، ماشي مشكل، دغيا غندوزها حيت صغيره.
كتقطع البنات الفصله وكتفكي خاصها تاخذ شي حاجه في الفم ديالها، تاخذ واحد الكعط في الفم ديالها ولا شي حاجه في الفم ديالها وما غاديش تفكي. واخا تقطع الخنشه ديال البصله ما غاديش تفكي الا خدا الا حطات شي حاجه في الفم ديالها. انا دابا كنفكي، ولكن راني عطيت لكم النصيحه الا كان شي وحده كتفكي بالبصله الا كت سميتو خاص تحطها شي حاجه، تاخذ شي حاجه تحطها في الفم ديالها. انتما كتشوفوا دابا غادي نحط العطريه ديالي وغادي نديرو الزيت ونخليها نخلي الطاجين ديالي يتشحر، ومن بعد غادي نزيد في الخضر نطلقها، ومن بعد ما يتشحر الطاجين ديالي وغنوريكم داكشي اللي كندير في الخضر ملي كنستفوهم انا. دابا غادي نشعلو البوطا ونحطو يتشحر ونحط الطاجين ديالي يتشحر. نخليه دابا يتشحر مزيان مزيان مزيان، عاد غادي نستف الخضر ديالي، عاد غنستفهم فوق الطاجين. خليكم معايا، انا غير خز وحده فقط اللي درت. وبالنسبه للقزبول والمعدنوس غادي نخليهم للتزيين، نخليهم للتزيين. انا درت غير واحد شويه ماشي بزاف، وغنخليهم للتزيين وغادي نمشيو عاوتاني ندير هذا الصفرجير. غنديرو حتى هو في واحد الكاسرونه، غنديرو في واحد الكاسرونه بوحدو، في واحد الكاسرونه بوحدو. ونخليه يطيب بوحدو، حتى الصفرجير كيجي بنين بزاف. غادي نديرو يطيب بوحدو بشويه ديال الماء وواحد شويه ديال الملحه. ملي غادي يطيب غادي نعسلو، غندير معاه واحد شي 4 ديال المعالق ولا 5 ديال المعالق ديال السنيده، ونخليه حتى يتعسل مزيان. واللي بغى يقري بشويه ديال الزيت مع شويه ديال سميتو مع شويه ديال القرفه، كيقري في الزيت مع شويه ديال القرفه. اللي ما بغاش يقري في الزيت كيدير شويه ديال القرفه مع السكر، كيدير شويه ديال القرفه مع السكر. المهم كنحيد له هاد الزريعه. وبالنسبه للقشور كنخليه بالقشور ديالو ما كننقشرو. ما هو الطاجين ديالي من بعد ما تشحر خليته واحد تشحر مزيان مزيان مزيان. دابا غادي نستف الخضر، غادي نمرق بواحد الكاس ديال الماء، وغنمرق بالطرفات، ما غاديش ندير الماء فوق اللحم. دابا غادي نستف الخضر ديالي، انا نسبق خيزو الجزر حيت هو شويه قاصح شويه كيتاخر في الطياب. دابا غادي نستفو هو الاول. دابا غنستف البطاطا، البطاطس ديالي وغادي نزيد مطيشه بحال هذا الشكل. ودابا غادي ندير الشيفلون البوق اللي هو سلقتو، اللي انا سلقتو في شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. نحطو دابا في الفوق، سلقتو نص الطياب ماشي ما كملش الطياب ديالو.
نحطو فوق، وغادي نزين بشويه ديال الزيتون، نزين الطاجين ديالي بشويه ديال الزيتون. كيجي غزير بزاف، وبأبسط أبسط خضار، وكيجي غزير بزاف، وكيجي حتى البنكات تكون فيه واحد البنات اللي هي زوينه بزاف. ودابا غادي ندير القزبر والمعدنوس، غنزين بهم، غنحط شويه فلوس بحال هكا، وشويه غادي نرشو به الطاجين ديالي بحال هكا. انتما كتشوفوا دابا غنرطو يطيب، غادي نرشو بشويه ديال الملحه وغنرطو يطيب. دابا نديرو شويه ديال الملحه، حيت ملحت اللحم ديالي، دابا غادي نملح غير الخضره، غنرشها بشويه ديال الملحه. ومن بعد ما يطيب اللي بغى يرشو بواحد المعلقه ديال زيت الزيتون الفوق بحال هكا، وشويه ديال الكمون، ومع شويه ديال البصل اللي بغى. المهم على حساب الاختيار ديالكم، كاينين اللي كيبغيو كمون، كاينين اللي ما كيبغيوش، على حساب الاختيار ديال كل واحد. انا بعدا كيعجبني ندير شويه ديال الكمون مع شويه ديال البزار الفوق من بعد ما يطيب. غير البزار ما كان ماشي مشكل، واخا درتو من دابا نيت. والكمون غادي نخليه حتى يطيب، ونرشو بشويه ديال الكمون، والشهية طيبه. وخليكم معايا باش تشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالجيم. ها هو هذا هو الطاجين ديال الباديه، الطاجين ديال الباديه. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نلفقو مع شويه ديال السفرجل من بعد ما يطيب هذا الطاجين ديالي. وبالنسبه للسفرجل انا ما كنبغيش نقليه في الزيت، كنبغيش نديرو في الزيت يتقلى، كنخليه هكا كطبيعي، وكيعجبني هكاك. المهم على حساب كل واحد، على حساب الاختيار ديال كل واحد. وبالنسبه للعافيه كنديروها مجهده شويه حتى يبدا كيطبخ، ومن بعد غادي نقص العافيه ونخليه يطيب على خاطرو بالعافيه مهيله بزاف، وكان مقبوم باش ما يتحرقش ليا. وكيجي غزال غزال بزاف وبنين، وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديال الجميع. وبالنسبه لهاد الزواقات اللي كيكونوا عندي ديال الكروشي، راه عندي واحد القناه، كندير فيه هاد الزواقات، وغادي نقول لكم السميه ديال القناه. غنخلي لكم السميه ديالها في صندوق الوصف، السميه ديالها من اجل جمعيه، من اجل جمعيه. غنكتب لكم السميه ديالها في صندوق الوصف، ولا نشوف كاع الا حطيت لكم شي الرابط ديال شي فيديو ديال ديالها. واللي بغات تستفد من الزواقات ان شاء الله باذن الله، كنحط فيها الفيديوهات ديال الكروشي، الفيديوهات ديال الماكينه ديال الخياطه، اي حاجه درتو اللي هو مفيد بالنسبه للتعليم كنديرو في هذيك القناه من اجل الجمعيه. السميه ديالها بالعربيه من اجل الجمعيه، اللي كتبات من اجل الجمعيه غطلع ليها واحد التصويره ديال الطرز، طرز النسيج. درت ليها تصويره ديال الطرز النسيج في البروفيل. اللي بغات تستفد من هاد الزواقات اللي كندير تدخل في هذيك القناه. ومرحبا بكم مرحبا بكم كاملين، عفوا، وتبقوا معايا حتى يطيب الطاجين ديالي، وغادي نوريكم الشكل ديالو النهائي. وكنتمنى لكم ان شاء الله باذن الله النجاح والتوفيق. ها هو الطاجين ديالي البنات، من بعد ما طاب كيجي غزال بزاف، وكيجي بنين 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 بزاف بزاف بزاف. دابا غادي نلفق مع السفرجير، غنحط فوق من السفرجير ونلفق مع الخبز، كنحط دابا فوق منه السفرجيل. دابا كاين غير انا وبنتي صغيره، غنحطو غير جوج سميتو ديال السفرجيل فقط، ونخلي الباقي في الكاسرونه.
وان شاء الله باذن الله ناكلوه بالصحه والراحه والله يعطيكم حتى نتوما الصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلى عجبكم ما تنسونيش بالجيم والاشتراك والجلس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.